تعالوا نشوف زميلي العزيز عمر البنوبي معايا على التليفون عشان يقول لنا على اخر مستجدات موقعة الترجي. مساء الفل يا عمور. مساء الفل يا كابتن ميدو. يعني الحقيقه النهارده كان في مستجدات كتير في ملف نهائي دوري ابطال افريقيا. شفنا الحكم بتاع المحكمه الرياضيه الدوليه النهارده بانه لغى قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي باعاده مباراه الاياب على ارض محايده وسحب اللقب من الترجي. يمكن نادي الترجي التونسي استغل ده مباشره وطلب او اعلن انه متوج بالبطوله حتى الان، لكن الحقيقه هو منطوق القرار بتاع المحكمه الرياضيه الدوليه انه الامر بيعاد الى اللجان المختصه جوه الاتحاد الافريقي لكره القدم، وده معناه انه الملف كله بيحال للجنه الانضباط اللي هي رئيسها الجنوب افريقي ريمون هاك. تمام عمر، خلينا ناخد واحده واحده عشان ندخل الناس معانا. هو الترجي كان رفع للمحكمه الرياضيه المختصه ان هو بطل افريقيا بالظبط، والوداد نفس الكلام على فكره، والوداد انه يتم اعتباره بطل نهائي دوري ابطال افريقيا ويتوج بالبطوله. تمام. المحكمه الرياضيه ردت بانه الملف تمت ادارته بشكل خاطئ وانه لا يحق للمكتب التنفيذي للكاف ان هو يتخذ قرار باعاده المباراه او تغيير نتيجتها. وبالتالي كان قرار المحكمه النهارده انه يحال الملف للجنه المختصه جوه الاتحاد الافريقي لكره القدم تحت اشراف او تحت نظر المحكمه الرياضيه الدوليه. انه المحكمه الرياضيه الدوليه هتتابع كل الخطوات اللي هتتم الفتره اللي جايه. تمام. يمكن اتكلمت كمان مع ريمون هاك النهارده وتصريحاته نشرتها على بوابه اخبار اليوم. هتعمل ايه في الملف ده؟ فهو قال لي انا منتظر احاله الملف للجنه الانضباط، ووقت ما يحال الملف للجنه الانضباط هيتم اتخاذ قرار فيه، سواء بقى قرار باعاده المباراه او بتتويج الترجي او بتتويج الوداد، كل الخيارات متاحه قدام لجنه الانضباط لما تدرس الملف بمجرد ما يتحول لها. تمام. يعني هي قالت ان الملف ادير بشكل خاطئ. بالظبط، لانه مش من حق اللجنه التنفيذيه او لجنه الطوارئ اللي عقدت في باريس يوم 7/6 اللي فات او يوم 8/6 اللي فات تحديدا ان هي تاخد قرار بانه الغيت النتيجه وان هنعيد مباراه الاياب في ملعب محايد، لكن واضح ان في ضغوط من الطرفين سواء من الترجي او من الوداد. يعني طب مين من حقه ياخد القرار يا عمر؟ مين من حقه ياخد القرار؟ من حقه ياخد القرار ان بتحال الازمه اللي حصلت في المباراه للجنه الانضباط. تمام. لجنه الانضباط هي اللي بتاخد القرار سواء انها هتعتمد نتيجه المباراه على اللي حصل ده كله او انها تقول لا المباراه حصل فيها اخطاء تستوجب ان المباراه تعاد. تمام. وانت شايف الموضوع هيمشي في اي اتجاه؟ حتى الان الامور مش واضحه لان الضغوط من ناحيه الترجي التونسي عن طريق عضو المكتب التنفيذي طارق بوشناوي، وفي الناحيه الثانيه ضغوط من الوداد البيضاوي المغربي على الكاف عن طريق النائب اللي اصبح يعني نائب اول دلوقتي فوزي لقشع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم شديده. وبالتالي هي معركه ما بين طارق بوشناوي وما بين فوزي لقشع، واللي فيهم اقوى جوه الكاف هو اللي هيقدر يحسم القرار لصالح فريقه، او على الاقل يكون القرار باعاده المباراه الاياب في ارض محايده اللي هو نفس القرار اللي كانت خدته اللجنه التنفيذيه. لكن في النهايه ريمون هاك رئيس لجنه الانضباط يحق له ان هو ياخد القرار اصلا منفرد كرئيس لجنه الانضباط واللائحه بتدي له ده. فهل ده هيتم؟ هل هيحصل اجتماع للمكتب التنفيذي وبعد كده يحيل الملف للجنه الانضباط ولجنه الانضباط تجتمع بكامل هيئتها علشان تاخد قرار في الملف؟ كل ده هنشوفه خلال ال 48 ساعه اللي جايه، لانه في ازمه. مين هيبقى بطل افريقيا؟ مين هيلعب السوبر الافريقي؟ مين هيلعب كاس عالم للانديه؟ بالظبط. فطبعا الملف ده لابد انه يحسم وبشكل عاجل. والمفروض ان هو يحسم في خلال 48 ساعه ولا ممكن يطول اكتر من كده؟ لا ما اعتقدش انه هيطول اكتر من كده، يعني اعتقد ان الاجراءات هتمشي بسرعه لانه الاتحاد الافريقي هيكون اتورط اذا لم يحدث وانه حسب مين هو بطل دوري ابطال افريقيا المشارك في كاس العالم للانديه، هتبقى مشكله. شكل الاتحاد الافريقي قدام العالم هيكون شكله ايه؟ تمام. يعني معلومه لجنه الانضباط دي ان هي بتاخد قرار باعاده المباراه او لا، انا متهيألي المعلومه دي كانت جديده بالنسبه لي انا. والله يعني هو ريمون هاك قبل كده اخد قرارات بشكل منفرد بدون اجتماع اللجنه، يعني لو افتكرنا رجعنا لورا شويه بالظبط انا بتكلم في كده، الاسماعيلي استبعد من دوري ابطال افريقيا. رجوع الاسماعيلي كان قرار من ريمون هاك بدون اجتماع للجنه، لاني سالت وقتها احد اعضاء لجنه الانضباط وقال لي اللجنه ما اجتمعتش، القرار خرج من ريمون هاك. عشان كده انا مستغرب. بالظبط. وعلى فكره كمان يا كابتن ميدو
في معلومه ودي برضو كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ريمون هاك نفسه معترض على تضارب الاختصاصات داخل الكاف، واعلن في حوار في جنوب افريقيا انه شايف ان لجنه المسابقات اللي كان بيرقصها طارق بوشناوي وما زال تمام بتاخد قرارات هي من اختصاص لجنه الانضباط وتحديدا في ازمه نادي الاسماعيلي، تمام، وقال انه هيطالب بتعديل اللائحه وانه كل القرارات اللي زي دي ترجع للجنه الانضباط وليس لجنه المسابقات. تمام. فبالتالي لا، الاتحاد الافريقي عليه شويه علامات استفهام محتاج يوضحها للراي العام. والله احنا نفسنا يا عمر، احنا بنقول كده من زمان، يعني في قرارات زي ما انت بتقول متضاربه جدا طلعت من الاتحاد الافريقي، لا عارفين مين اللي بياخدها ولا عارفين مين المسؤول عنها، وبعد كده بتتغير تاني، وبعد كده يدخل يقول لك لجنه انضباط، لا مش عارف نعمل ايه. يا رب يصلح الاحوال. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز عمر البنوبي.